من أخبارنا النهاردة كمان، واللي يعني مرتبطة ارتباط كلي بما يدور من أحاديث داخل كل أسرة مصرية، وتحديدا مع ارتفاع أسعار كتير من السلع ونقص وشح في عدد من الأصناف الاستراتيجية لكل أسرة مصرية، وتحديدا بنتكلم عن السكر والأزمة الموجودة. للأسف في ظل الوقت اللي بيكون فيه أزمات زي كده بتظهر جماعات النصب المحترفة، وللأسف طرق النصب بقت كتيرة ومنتشرة خصوصا عبر السوشيال ميديا. لكن الجديد أن التجار بقوا الأيام دي بقى فرائس، هم مش المستهلك بس، لا ده التجار كمان هم اللي بقوا يعني شريحة مستهدفة للنصابين. القصة بتبدأ من صفحة بتحط بوست فيه صورة، منشور لصورة لعدد من أشولة السكر والرز المستوردة بأسعار خيالية، أسعار خيالية يعني أسعار منخفضة جدا لا تقارن بالمتاح للتجار في السوق، يعني بيكتب لك سعر في المنشور يرجعك لسعر الحاجة قبل الأزمة أصلا. طبعا التاجر اللي عايز يوفر السلعة دي بسعر مناسب للمستهلك وكمان يكسب بيروح يجري ويكلم الأرقام المحطوطة في المنشور ده على وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا بيحصل الفخ. ده منشور أمام حضراتكم من نموذج من بعض المنشورات اللي بتبقى موجودة اليومين دول على مواقع السوشيال ميديا، محطوط الكميات ومحطوط الأسعار، لكن بيقول بقى إن حضرتك كتاجر مش هتعاين حاجة ولا هتشوف حاجة إلا لما تعمل تحويل مالي بعربون، وعادة بيكون رقم كبير لأن الناس هنا بتتكلم مع التجار في أطنان وفي كميات كبيرة. التحويل بيكون بأي طريقة موجودة بقى، الفودافون كاش اللي نستبيه، كل الحاجات اللي هي متاحة للناس كلها، وفجأة المستورد أو اللي حاطط المنشور ده بيختفي وربنا يعوض عليك يا تاجر، والأزمة بتستمر بقى ما بين النصب وما بين عدم توافر الأسلحة والسلع آسف، وبيقع كل تاجر فريسة. لكن طبعا هو الموضوع المفروض يكون فيه بعض الذكاء شوية في التعامل، ما فيش حد هيحط كميات بالمنظر ده ويكون يعني أمين في ما يعرضه. النهاردة بنحاول نحذر التجار وبنحذر كل اللي بيشوفنا دلوقتي من التعامل مع مثل هذه المنشورات. احنا معانا المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة والتموين بشعبة المستوردين. باشمهندس أهلا بيك معنا في التاسعة يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. مساء النور يا فندم. الموضوع يعني تحول بقى دلوقتي إن في ناس بتستغل الأزمة وبتنصب بقى بطريقتها. طبعا زي ما حضرتك نوهت وأعلنت يعني في برنامج حضرتك إن إحنا ما يعني زي ما يكون ايه في ازمات، ففي تجار او في تجار الازمات ضعيفه النفوس بتستغل وجود الازمه وتستغل احتياج الناس الى بنود اساسيه في حياتها، وممكن يظهر زي ما حضرتك قلت كده الكثير من الصفح اللي انا بقول حضرتك صفح مشبوهه ان هي تديك اسعار مغريه ونظير ان انت تبعت لها فلوس وفي الاخر ما تلاقيش حاجه جات لك يعني. احنا بنحذر، احنا كغرف تجاريه هدفنا المواطن وهدفنا التاجر ان احنا بننصحهم كل شويه ان ما ينفقوش ورا الاشاعات، بالذات ان الاشاعات يعني كثيره في ظل وجود ازمات، فاحنا مش عايزين نديهم فرصه ان هم يستغلوا قوت المواطن ويستغل فلوس التجار في بيع منتجات وهمية، سواء وهم سعري أو وهم إنتاجي. فبالتالي إحنا بننصحهم إن هم يلتجئوا إلى الشراء من الصفحات المعروفة، مفيش داعي إن إحنا ننفق وراء الإشاعات ولا الأسعار اللي هي يعني مش غير متاحة، وفي نفس الوقت إحنا لازم هم يكونوا عارفين إن إحنا كغرف تجارية همنا ان الناس كلها تعرف الوعي. يعني ايه الوعي؟ يعني مش منطق ان هو فعلا مثلا في نقص من منتج معين، مثال السكر، وتلاقيه فجاه بيتباع اونلاين او بيتباع عن طريق بعض الابلكيشنز الوهميه بسعر يعني بهيج جدا يعني. فاحنا مش عايزين نقع فريسه لعمليات النصب،
ان هي في اوقات بالذات كمان في ازمات وداخلين على شهر رمضان كل سنه وحضرتك طيب، فكله بيدور على السعر الرخيص. ما تفرحش بالسعر الرخيص الوهمي قد ما تفرح ان انت تلاقي حاجتك حتى لو السعر نوعا ما غالي حاجه بسيطه، المهم يكون متوفر. هو اكيد يعني بالتاكيد التجار بداوا يحذروا بعض، لكن كان واجب علينا طبعاً ان احنا ننشر، لكن فرصه وحضرتك موجود معانا، اخبار السكر ايه؟ اخبار السكر ان شاء الله كميات السكر متوفره بالاسواق بالذات قبل شهر رمضان، اتجاه الحكومه واتجاه وزاره التموين ان كل حاجه متوفره بالاسواق قبل شهر رمضان. لكن احنا برضو يا فندم بنقول ان الحكومه كفت ووفت على قد ما قدرت، احنا برضو مش عايزين نخلي المواطنين تتهافت على الاسواق ونبقى برضو المواطن تحت رحمة التاجر اللي بيستغل طلب الناس على حاجته وبالتالي يرفع في الاسعار. احنا برضو احنا في ازمة يا فندم، وهي الاسعار باشمهندس الاسعار كده كده يعني مرتفعة، واعتقد ان احنا في وقت مش هيبقى فيه اقبال بالكم اللي احنا متخوفين منه كلجنة لجنة التجارة وتموين في شعبة المستوردين، ان الناس مثلا ما حدش يقدر يشتري اصلا اكتر من استهلاكه دلوقتي. بص يا فندم احنا الاسعار دلوقتي غاليه، انا مع حضرتك ما اقدرش اقول غير كده، لكن احنا مش عايزين ان هي تزيد اكتر من كده. انا معاك وانا مستهلك وحضرتك مستهلك، كلنا مستهلكين، احنا كل همنا الاول ان الحاجه تبقى متوفره دلوقتي. بالظبط كده، ده اللي احنا بنتكلم فيه. وحاجه تاني ان احنا مش عايزين الاسعار تزيد اكتر من كده، تمام؟ وده اللي يهمنا. الحكومه شغاله على ده والغرف شغاله على ده والغرف زائد كمان يا فندم عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان شاء الله اهلا رمضان الغرف التجاريه ومجلس الاداره عاملين فيه شغل عالي جدا ان احنا نوفر في المنتجات الخاصه بالقطع بالاكل والشرب قبل رمضان باسعار مخفضه تتراوح ما بين 20-30%، فان شاء الله بدايه من الاسبوع والحكومه اعلنت والنهارده مبادره كلنا واحد بدات النهارده في المرحله ال25. هل في اي اتفضل يا فندم. احنا المبادرات اللي شغاله كلنا واحد واهلا وامان واهلا رمضان، كل ده يدلك على واجب المجتمعي اتجاه بلدنا. احنا في ازمه، لكن لو ما وقفناش جنب بعض في الازمه يبقى احنا فعلا مش قلبنا مش على بلدنا. انا بلدنا لازم كلنا نقف جنبيها. انا مع حضرتك تماما، لكن هل في اليه تحكمني في الشوادر؟ احنا خلاص الشوادر بدات هتبدا من النهارده، وبدات من النهارده وفي بدا من قبل كده. الناس هتقبل على الاصناف اللي هي فيها ازمه زي مثلا السكر زي الزيت زي الرز، هل في اليه ان احنا نتحكم شويه في المشتريات بتاعه المستهلكين؟ يعني هو احنا بص هو يعني هو اكيد هيتحط لها اليه عشان نمنع عند التجار تخش تشتري وتبيع بره في السوق السوداء، اكيد هيبقى في وزاره التموين واكيد هيبقى في رقابه شديده جدا 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 وده المهم. من وزاره التموين عشان خاطر ما تلاقيش حضرتك الترولي او الناس داخله مهرمه زيت مهرمه سكر واخدت فرصتي وفرصتك ان هي توفر لنا سعر مخفض، فاكيد هيتحط اليه واكيد هيبقى في رقابه واكيد هيتحط كنترول عشان خاطر نمنع التجار ان هي تاخد وتبيع في السوق السوداء، او هتمنع المواطن ان هو يغير من سياسه التخزين. انت لازم تغير من سياسه التخزين ده للمستهلك نفسه بقى. بالظبط للمستهلك عشان لا تحمل الميزانيه فوق طاقتها، وفي نفس الوقت ما يبقاش في حاجات ناقصه بالاسواق ويبقى نختلق ازمات في عز ان البضاعه موجوده في الاسواق، لكن حضرتك خدت 20 ازازه زيت و50 كيلو سكر والدنيا موجوده. فيعني احنا برضو بنوعي المواطن، خلي عندك الحس الاقتصادي وما نقولش نتكاسف، احنا بنقولش لا بس ثقافه الاستهلاك بس تتغير. حاجه موجوده بس يا ريت ان احنا يكون عندنا فكر اقتصادي غير اي موسم عشان نعدي الازمه دي على خير. ايوه، لان الازمه الكل حس بيها دلوقتي، اللي معاه واللي معهوش حاسس بالازمه، فاذا ما كانتش المسؤوليه اذا ما كانتش المسؤوليه على الكل هتفضل الازمه مستمره. انا بشكرك جدا. ده كلام محترم باشمهندس متى بشاير رئيس لجنه التجاره والتموين بشعبه المستوردين، انا بشكرك جدا لوجودك معنا في التاسعه، ونتمنى ان المستوردين او التجار او المستهلكين نغير من ثقافه الاستهلاك، واحنا داخلين على شهر كريم متعودين احنا كمصريين وكعرب عموما ان احنا بنخزن قبل رمضان على للشهر كله. يعني كان لو ثقافتنا الاستهلاكيه في الشهور العاديه هيكون فيها بعض الترشيد، لكن احنا في رمضان بنزود استهلاكنا شويه ومشترياتنا، مع ازمه زي اللي احنا بنمر بيها دلوقتي هتكون الازمه متفاقمه اذا ما غيرناش من ثقافتنا الاستهلاكيه.